السلام عليكم، نشرة الثالثة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار. والبداية بالعناوين. درنة تحتفل بمرور عام على دحر عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في ظل تواصل القصف وحصار قوات الكرامة للمدينة. هدوء حذر في تمنهند، واللجنة الرئاسي المكلفة بوقف إطلاق النار تصل إلى سبها للتواصل مع جميع الأطراف في الجنوب. أعيان ومؤسسات مرزق يؤكدون تغليبهم لمصلحة الوطن لإعادة تشغيل حقل الفيل الذي ينتج 80,000 برميل يوميا. أهلا بكم. أكد مسؤول الملف الأمني في درنة يحيى الأسطى عمر تعرض منطقة الفتايح في المدينة لقصف جوي من طائرات تابعة لعملية الكرامة صباح اليوم. وأضاف الأسطى عمر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن القصف لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، مشيرا إلى أن الهدف من القصف هو ترويع الأهالي وثنيهم عن المشاركة في احتفالات الذكرى الأولى لتحرير المدينة من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة. كما أشار الأسطى عمر إلى قيام قوات الكرامة باعتقال مسؤول التموين في مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها في منطقة كرسة بتهمة الانضمام لإحدى الجماعات الإرهابية. هذا وتستمر التجهيزات في مدينة درنة للاحتفالات التي ستنطلق عصر اليوم بمناسبة مرور الذكرى الأولى لتحرير المدينة من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة. وقال المسؤول الإعلامي في مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها محمد المنصوري إن هذه الاحتفالات تمر على المدينة بالتزامن مع الحصار وعمليات القصف التي تنفذها قوات عملية الكرامة على درنة، ما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للأهالي. في السياق ذاته، دعا بيان صادر عن المجلس المحلي درنة بمناسبة الذكرى الأولى لتحريرها من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة، دعا إلى رفع الحصار المفروض على سكانها فورا. وأضاف البيان أن الحصار أثر بشكل كبير على الأهالي على الرغم مما عانوه خلال فترة تحرير المدينة، معربا عن أمله في تغليب صوت الحق ونبذ الفرقة والكراهية. كما ترحم المجلس المحلي على الشهداء الذين سقطوا خلال معارك تحرير درنة من عناصر التنظيم، مضيفا أن أذى التنظيم لم يقتصر على درنة فقط، بل سبب شرخا واضحا في العلاقات الاجتماعية بين درنة والمدن المجاورة. للمزيد من المعلومات ينضم إلينا عبر الهاتف من درنة مسؤول المكتب الإعلامي بمجلس شورى مجاهدي المدينة وضواحيها محمد المنصوري. أهلا بك سيد المنصوري، هل من تطورات على الساحة الميدانية في درنة بخلاف ما تعرضت له الفتايح من قصف؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني التجهيزات بفضل الله عز وجل في احتفالية تحرير درنة من تنظيم داعش الآن التجهيزات مستمرة، وستبدأ الاحتفالية بإذن الله بعد صلاة العصر. سيكون الحضور بإذن الله أكبر وأكثر من عدد الحضور في احتفالية فبراير. الناس فرحة مستبشرة بهذه المناسبة، حيث يستذكر الناس أبنائهم الذين ارتقوا شهداء في هذه الملاحم، ملاحم العز. طيب، يعني لا تطورات ميدانية على صعيد الضربات الجوية؟ ضمن ذكرت لي أنت التطورات الميدانية بخلاف الضربات الجوية فقط. الضربات الجوية هذه هي ما هي إلا لمحاولة لجعل درنة أنها مدينة في حالة حرب وليست في حالة احتفال، محاولة منهم لإبعاد الناس عن فرحتهم التي يستذكرون فيها تلك الملاحم العظيمة. هذا الطيران يحلق فوق سماء المدينة، حاول قصف يعني يقصف في مزارع في الفتايح وأماكن في الفتايح. هذا الطيران لم نراه في أثناء سيطرة تنظيم الدولة على الفتايح وهو يقصف الفتايح، لا يقصف إلا أبناء درنة من مجلس الشورى ومنازل أهالي المدينة. واضح. طيب، فيما يتعلق بالاحتفالات، من الجهة التي تنظم هذه الاحتفالات؟ والله الجهة التي تنظم هذه الاحتفالية هم أبناء المدينة وعلى رأسهم أبناء مجلس الشورى مجاهدي درنة وضواحيها. أمنيا، من يشرف على تنظيم الاحتفالات؟
مديريه الامن والسريه الامنيه التابعه لمجلس الشورى. شكرا جزيلا لك، مسؤول المكتب الاعلامي بمجلس شورى مجاهدي درنا وضواحيها محمد المنصوري. لازلنا في الأوضاع في درنا، وينضم إلينا من طرابلس عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة درنا منصور الحصادي. أهلا بك سيد الحصادي. إذا محل درنا يطلب برفع الحصار عن المدينة، كمسؤول في الدولة الليبية أنت، ما رد فعلكم؟ سيد الحصادي هل أنت في الاستماع؟ سيد الحصادي هل تسمعني؟ طيب سيد الحصادي، إن كنت في الاستماع أكرر لك السؤال، أنتم كمسؤولين في الدولة ما رد فعلكم تجاه مطالبة محل درنا برفع الحصار عن المدينة؟ طيب يبدو أن هنالك مشكلة في التواصل مع سيد الحصادي، إلى أن نتواصل معه مجددا. عقد قبل قليل في العاصمة الروسية موسكو اجتماع ضم وفدا من عملية البنيان المرصوص والسياسيين المرافقين لهم مع رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف وبعض المسؤولين من الشيشان والخارجية الروسية ومبعوث الرئيس الروسي إلى ليبيا. وتم خلال الاجتماع بحث الوضع السياسي والأمني في ليبيا والانتصارات التي حققتها قوات البنيان المرصوص ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في سرت. من جهته كرم الرئيس الشيشاني قادة البنيان المرصوص بأوسمة الشرف وأنواط مكافحة الإرهاب، مؤكدا وقوف روسيا إلى جانب الشعب الليبي. ينضم إلينا بخصوص هذا الموضوع عبر الهاتف من موسكو آمر غرفة العمليات الميدانية بسرت ورئيس الوفد الليبي العميد أحمد بوشحمة. سيد بوشحلة أهلا بك. أي تفصيل تحديدا من الأزمة الليبية وضع على طاولة الحوار لدى لقاء الوفد الليبي برئيس دولة الشيشان والمسؤولين الروس؟ أولا أهلا وسهلا بكم بإذاعة ليبيا الأحرار لإتاحة هذه الفرصة. أهلا بك. ما تم النقاش و الطرح الكلام في هذا الاجتماع هو طلبنا من الرئيس الشيشان ومن الخارجية الروسية حل المشكل السياسي في ليبيا وإنهاء هذه الفوضى وكف بعض الدول المجاورة والإقليمية لدعمها لطرف دون آخر. وعندي رسالة بالله عن طريق إذاعتكم من وصلها للحكومات، وما قاله عديلة صالح في بوست أن هؤلاء أو لا يمثلون الجيش الليبي وأن هؤلاء ذاهبون. احنا حضرنا إلى روسيا بدعوة رسمية من الخارجية الروسية، وحضرنا هنا كقادة وأبطال البنيان المرصوص، ليس كما يتكلم الحكومات وطعنا فينا في ليبيا للأسف. طيب أنت قلت أن روسيا والشيشان دعوا إلى حل الأزمة الليبية، وضحت فكرتك سيد بوشحمة، ولكن اسمح لي أن أعود بك إلى السياق من جديد لو سمحت. إن كنت في الاستماع جهادنا وكفاحنا سيد بوشحمة، هل تسمعني؟ نعم نسمعك. طيب أنت قلت أن روسيا والشيشان دعوا إلى حل الأزمة الليبية، ما طبيعة الحل في وجهة نظر روسيا والشيشان تجاه الأزمة الليبية؟ احنا تكلمنا مع الرئيس الشيشاني والسياسيين الروس من خارجية ومن برلمان لحل مشكلة السياسة في ليبيا ولدم شمل الليبيين. لم نطلب منهم ولم نتسول في أي أشياء أخرى. عن طريق إذاعتكم ننقل هذا الخبر للشعب الليبي وللأسف للقيادات السياسية في ليبيا الذين اتهموننا بأننا أتينا إلى 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 روسيا من أجل أي أغراض أخرى. طيب وضحت فكرتك، اسمح لي لأن وقت هذه المداخلة ضيق ولدينا ضيوف آخرين في نشرة اليوم. استقبلونا استقبال سيد بوشحمة بقيادات البنيان المرصوص. سيد بوشحمة هل أنت في الاستماع؟ نعم في الاستماع. طيب هل قدمت لكم أي وعود بدعم؟ بالنسبة للدعم لم نطلب دعم بأي شيء. طلبنا هو التدخل لحل النزاعات في ليبيا وحل الفوضى وتوضيح الحقيقة في المنطقة الغربية وفي المنطقة الشرقية وما يقال عن
التوجهات التي لدينا في المنطقة الغربية من ميليشيات ومن إرهاب وغير ذلك كما يتشدق به حكومة الشرق الفاسدة. أشكرك جزيلا وأعذرني على المقاطعة. كنت معنا آمر غرفة العمليات الميدانية ورئيس الوفد الليبي العميد أحمد بوشحمة. قال الناطق باسم الكتيبة 201 مشاة الوليد سالم إن القصف العشوائي لمدفعية قوات عملية الكرامة ليلة أمس طال الطريق الرئيسي المؤدي إلى منطقة الجفرة. وأضاف سالم لقناة ليبيا لكل الأحرار أن القصف المدفعي الذي استهدف قاعدة تمن هند خلال الأيام الماضية أسفر عن خسائر مادية بعدد من المنازل في المنطقة السكنية ومخازن القاعدة. أشار سالم إلى أن قاعدة تمن هند ومحيطها يشهدان هدوءا حذر مع توقف سماع أصوات المدافع صباح اليوم. هذا ويتوقع أن تصل اللجنة المكلفة من قبل المجلس الرئاسي بوقف إطلاق النار بالمنطقة الجنوبية برئاسة وزير الحكم المحلي المفوض بداد غانسو أن تصل إلى مدينة سبها اليوم الخميس. وقال المتحدث باسم حكماء سبح سنرجيج إن اللجنة المكلفة ستعمل على التواصل مع جميع الأطراف لوقف إطلاق النار. وأضاف رجيج أنه بعد تثبيت وقف إطلاق النار سيتم عرض المبادرة التي أعلن عنها حكماء وأعيان المنطقة الجنوبية والوسطى يوم أمس، والتي تتضمن تشكيل قوة مشتركة من المنطقة الجنوبية والوسطى والغربية يقودها أحد ضباط المنطقة الجنوبية من أجل تأمين وحماية المرافق الحيوية في الجنوب. قال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة محمد معزب خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل، قال إن المجلس وصل إلى آخر مراحل تشكيل لجنة الحوار السياسي في انتظار أن ينتهي مجلس النواب من تشكيل اللجنة الممثلة له والمصادقة عليها. وأضاف معزب أنه من المؤسف تواصل المعارك في الجنوب والشرق رغم ما نص عليه الاتفاق السياسي من سحب مختلف التشكيلات المسلحة إلى خارج المدن وتجريدها من أسلحتها وإعادة إدماجها من جديد في مختلف مؤسسات الدولة. وصل وزير الشؤون المغاربية الجزائري عبد القادر مساهل اليوم الخميس إلى مدينة الزنتان غربي ليبيا في إطار الجولة التي يقوم بها من أجل تقريب الرؤى ووجهات النظر بين الفرقاء ودعما لمسار الحل السلمي للأزمة في ليبيا. وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية أنه من المنتظر أن يزور مساهل عدة مناطق ومدن ليبية أخرى في الجنوب في إطار تعزيز المصالحة الوطنية. وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية يلتقي مساهل في الزنتان مع شخصيات محلية وممثلين عن المجتمع المدني. هذا وكان قائد عملية الكرامة خليفة حفتر قد بحث يوم أمس مع وزير الشؤون المغاربية الجزائري عبد القادر مساهل بمقر القيادة العامة لعملية الكرامة ببنغازي، بحث الأوضاع الراهنة في ليبيا وناقش تطورات المشهد السياسي وأهمية دعم الحوار الليبي دون تدخل أجنبي وانطلاقا من الاتفاق السياسي. هذا وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أول من استقبل مساهل بمدينة البيضاء عند وصوله إلى المنطقة الشرقية. وأكد المسؤول الجزائري أن بلاده لا ترى بديلا عن الحل السياسي التوافق بين الليبيين مع إمكانية تعديل الاتفاق السياسي على أساس الاقتراحات التي تقدمها الأطراف الليبية. للتعليق معنا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس المحلل السياسي جمال عبد المطلب. سيد عبد المطلب أهلا بك. إذا بعد لقائه بحفتر يتوجه وزير الشؤون المغربية الجزائري عبد القادر مساهل اليوم الخميس إلى مدينة الزنتان، ما الدلالات التي تحملها هذه التراتبية المكانية والزمنية أيضا؟ أهلا وسهلا. الحقيقة أنا أقرأ زيارة السيد عبد القادر مسهل ابتداء لبدأ من لقائه بحفتر باعتباره رأس الكرامة، ثم زيارة يعني للزنتان لأن الزنتان لها علاقة بالسياسة وبالجغرافيا. بالجغرافيا هي محسوبة على المنطقة الغربية والجبل، جبل وقربها من طرابلس من الزاوية من الأمازيغ، ومحسوبة حسبت على أساس أنها مقربة من عقيلة صالح ومن حفتر وكذا. لكن هم الجزائريين طبعا عندهم مستشارين ويتابعون الوضع
في ليبيا في الفترة الأخيرة. هناك رأي كبير جدا، الزنتان الآن في تيار كبير جدا أشرنا إليه يقوده السيد الجويلي أسامة الجويلي، يرى أن قصة تكرار يعني إبعاد معمر القذافي وجلب قيادة عسكرية أخرى حفتر هذا شيء مش مقبول. فالجزائريين ذهبوا لكي يستمعوا إلى رأي الزنتان باعتبارها تمثل منطقة مهمة جدا، عندها دور في فبراير وعندها قوات وعندها تستطيع أن تساعد على الحلحلة. فأعتقد أنه ابتداء يعني ذهابا للزنتان في المنطقة الغربية هي الأولى، والآن هو سيلتقي بالدكتور عبد الرحمن السويحلي أصلا الذي يمثل رئيس مجلس الأعلى للدولة وهو جسم من الأجسام السياسية. أعتقد طيب. وأيضا ستكون إمساها الزيارة للجنوب ولقاء بعدد من المسؤولين، ولكن أيضا إمساها قال إن بلاده لا ترى بديلا عن الحل السياسي التوافق بين الليبيين مع إمكانية تعديل الاتفاق السياسي على أساس الاقتراحات التي تقدمها الأطراف الليبية. ما الذي يقرأ بين السطور هنا؟ نعم هي خطوة في لإحياء إذا صح التعبير، لأن المبادرة صار لها نوع من لم تمت ولكنها صار لها نوع من التوقف والخمول، ويعني خطوة لإحياء المبادرة بدماء جديدة وبرأي جديد بالذهاب إلى لن تكتفي الجزائر وتونس لن تكتفي بالتواصل مع طرفي النزاع اللي هو المجلس الرئاسي وتيار الكرامة، ولكن ذهبوا ليستمزجوا ويستمعوا للأراء كلها ويتخذوا القرار الناجع، والعملية الجراحية إذا صحت سيطلبون من الأطراف تقديم تنازلات. أقرأه في هذا الإطار يعني. أشكرك جزيلا، كنت معنا المحلل السياسي جمال عبد المطلب. أعلن عمداء وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني في منطقة حوض مرزق عن تشغيل حقل الفيل النفطي بحضور وزير الدفاع المهدي البرغثي وآمر حرس المنشآت النفطية إدريس بوخمادة. وبحسب بيان صادر عن المجتمعين، فقد قالت الأطراف في مرزق إنها غلبت مصلحة الوطن على مصلحة أهل المنطقة رغم الظروف والحرمان الذي تعانيه منطقة حوض مرزق. وأكد البيان ضرورة إطلاق برنامج تنمية مكانية يستهدف نقل منطقة مرزق إلى مستوى أفضل من الخدمات بكافة مجالاتها وتحقيق مطالب أبنائها أسوة بالمناطق التي تحتضن الحقول النفطية. هذا وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت في وقت سابق أن الخسائر المباشرة لإغلاق حقل الفيل ذي القدرة الإنتاجية التي تبلغ 80,000 برميل يومياً قد بلغت نصف مليار دولار أمريكي منذ 20 ديسمبر الماضي. نعلن عن تشغيل حقل الفيل النفطي وتغليب مصلحة الوطن على مصلحة أهل المنطقة رغم الظروف والحرمان الذي تعانيه منطقة حوض مرزق بعد شهرين من فتح صمام الريايمة، كما نؤكد على المطالب المشروعة لأهل منطقة مرزق من أجل إطلاق برنامج تنمية مكانية تستهدف نقل المنطقة إلى مستوى أفضل من الخدمات بكافة مجالاتها. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مرزق أحد أعيان مدينة مرزق محمد لينو. أهلا بك سيد لينو. إذا بحسب بيان المجتمعين، نعم أنت في الاستماع؟ أنا في الاستماع نعم. طيب بحسب بيان المجتمعين فإن الأطراف في مرزق تقول إنها غلبت مصلحة الوطن على مصلحة أهل المنطقة، ما يعني بشكل عام ما الذي يعنيه تغليب المصلحة هنا؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم وللمشاهدين لقناتكم الموقرة. تماما كما أسلمت إلى البيان الذي صدر من أعضاء المجلس البلدي والمجتمع المدني، فتماما كما قلت أن هناك تغليب على مصلحة الوطن، المصلحة البلاد على مصلحة المنطقة. فليبيا الآن محتاجة إلى خطوة النفط وخطرة الدخل الليبي، فلهذا أصبح تنادت منظمات المجتمع المدني والمثل والبلدية وكلها لفتح صمام حقل الفيل لإنتاج، لذلك تغليب المصلحة العامة على مصلحة المنطقة. طيب الآن بعد قرار تشغيل حقل الفيل، ما ضمانات استمرار تشغيله؟
باذن الله ان نكون استمر باذن الله تعالى، لان ما السريه الموجوده هنا سريه حمايه الاصول النفطيه المتواجده في عقل الفيل، اما اللي قرروا انه يكون فتح الصمام واستمرار الانتاج في حقل الفيل، حقل الفيل، وان شاء الله لن يرجع الى اغلاق مره اخرى. طيب هل هنالك اي اجراءات بخصوص او تم الاتفاق على اي اجراءات معينه لتنميه حوض مرزق؟ طبعا لم يتم اي، لكن اتفقوا على ان هناك بذل الجهد لتنميه اجراءات رسميه، لم يكن هناك اي اجراءات رسميه، لكن اتفقوا مع المؤسسه الوطنيه للنفط ووزاره الدفاع وحكومه المؤقت حكومه التوافق ان هناك تنميه لمنطقه مرزق. طبعا كما تعلمين ان منطقه مرزق تعاني منذ فتره من المستشفيات والمدارس والطرق وبنيه تحتيه، لم هناك اي نشاط في منطقه مرزق، ولكن مع هذا ان قرروا المجتمعين على فتح صمام حقل الفيل وانتاج حقل الفيل. لم يكن هناك اي اتفاق رسمي بين حكومه الوفاق وبلديه مرزق. اشكرك جزيلا، كنت معنا احد اعيان مدينه مرزق محمد لينو. مشاهدينا نشاطنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. منتوجات يدوية في معرض نانا مارن بجادو ضمن برنامج متكامل لتمكين المرأة وتأهيل قيادات النسائية في تنمية المجتمعات المحلية. درنا تحتفل بمرور عام على دحر عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في ظل تواصل القصف وحصار قوات الكرامة للمدينة. هدوء حذر في تمن هند، ولجنة الرئاسة المكلفة بوقف إطلاق النار تصل إلى سبها للتواصل مع جميع الأطراف في الجنوب. أعيان ومؤسسات مرزق يؤكدون تغليبهم لمصلحة الوطن لإعادة تشغيل حقل الفيل الذي ينتج 80,000 برميل يوميا. أهلا بكم. انطلقت يوم الثلاثاء بمدينة جادو النسخة الأولى لفعاليات معرض نانا مارن لدعم المرأة بجادو، وخضعت النساء المشاركات في المعرض إلى تدريبات مكثفة وورش عمل في مجالات متنوعة حتى يتم تأهيلهن على إدارة المشاريع وتطويرها لتصبح أقرب للمنافسة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في المجتمع. التفاصيل في سياق هذا التقرير. معروضات متنوعة في معرض المرأة نانا مارن في نسخته الأولى بجادو، 6 أشهر من العمل المتواصل للنساء المشاركات والعاملات والمنتسبات بمركز نانا مارن لدعم المرأة بجادو، 6 أشهر أسفرت عن هذه المعروضات الجميلة المصنوعة من الصوف ومختلف الأشغال اليدوية والحياكة والتطريز، إضافة إلى عرض المأكولات الشعبية الأمازيغية، أقل من سنة على عمر المركز، إلا أن المعرض الأول عكس جهوداً كبيرة رغم قلة الإمكانيات. هذه تعتبر بصمة بسيطة من في وقت قياسي، يعني 6 شهور فقط من العمل، يعني قاموا بإخراج إبداعات متنوعة منها اللي تشوفوا فيها، ونتمنى لهم التوفيق، ونتمنى أن 6 شهور التانيين يكونوا أكثر قوة وأكثر دعم، وبإذن الله أنا نشوف فيهم في المستقبل النساء ليهم بصمة في البلدية، في سواء كان في التنمية أو في السياسة أو في الاقتصاد أو في التعليم. الدفاع عن قضايا المرأة المتضررة وذات الإعاقة والطفل واستيعابهم في مجالات الحياة، تكوين قيادات نسائية لدعم المجتمع والتنمية المحلية، تشجيع الإبداع الفكري والثقافي للمرأة الأمازيغية في جادو، ورفع وعي المرأة وتعزيز مساهمتها في نشر السلام ونشر تعايش سلمي من الأهداف التي يعمل مركز نانا مارين على تكريسها عبر مختلف نشاطاته. الهدف من المركز هو عبارة عن إشراك المرأة بإيجابية في تنمية المجتمع، وكذلك يعني رفع وعي المرأة وإشراكها في إحلال السلام والتعايش السلمي والدفاع عن قضايا المرأة وخاصة المتضررة وذوي الإعاقة وغيرها من ذوي الدخل المحدود.
مقارنة بقلة الإمكانيات وبساطتها، إلا أن الجهود كانت كبيرة وأمال نسائي طبعت المعرض بصبغة تحد وجمال، أثبتت أن رهان نانا مارن على تكوين قيادات نسائية يكون لها دور محلي إيجابي في تنمية المجتمع ليس رهانا فاشلا. وهذا ختام النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. درنا تحتفل بمرور عام على دحر عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في ظل تواصل القصف وحصار قوات الكرامة للمدينة. هدوء حذر في تمنهنت، واللجنة الرئاسية المكلفة بوقف إطلاق النار تصل إلى سبها للتواصل مع جميع الأطراف في الجنوب. أعيان ومؤسسات مرزق يؤكدون تغليبهم لمصلحة الوطن لإعادة تشغيل حقل الفيل الذي ينتج 80,000 برميل يوميا. للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا الأحرار تيفي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر ويوتيوب. دمتم في أمان الله.